الكرة اسماعيل الحداد ممكن التقدم لحارث فرصة هي جول هي جول أول مغربي أسامة دنان بلمسة رائعة يهزم الحارس كيم جيريون ومن مرر الكرة هو أمين حارث من أول تمريرة نعم من أول لمسة حارث هنا يتقدم حارث يمرر أسامة طنان هنا يتفوق على المدافعين وحارس المرمى كيم جيريون هذه العادة مجددا انطلاقة أكثر من رائعة لحارث دور كبير قام به النجم القادم بقوة أمين حارث لاعب نادي شالكة الألماني هو الذي مرر الكرة ومتابعة أكثر من رائعة لأسامة طنان أوريال الكبار هذا الموسم بينما انطلاقة إسماعيل الحداد يسلم هذه الكرة من الجهة اليسرى إسماعيل عرضية بجلب الناهيري وفرصة جول يعود أسامة طنان يعود أسامة طنان ويسجل ثاني أهدافه في المرمى الكوري نعم أمام ارتباك حاصل في الدفاع الكوري واستغلال على نحو جيد عمل كبير من جانب إسماعيل الحداد في الجهة اليسرى لإعادة شوف طلب الكرة شوف طلب الكرة بشكل رائع يراود بشكل ممتاز ثم بعد ذلك هذه العرضية خطأ في الإبعاد أسامة طنان لم يرحمهم أسامة طنان يستغل هذه الأفوة ليضع في المرمى نعم أمورك صعبة اليوم يا كيم يا جون يا يون أمورك صعبة أمام الأسود أمورك صعبة أمام الطنان وأمام حارث وأمام الحداد كذلك الذي يقدم 10 دقائق من المستوى العالي في الجهة الثانية فؤاد شفيق ترجع مرة أخرى مراوغة ممتازة رائع حارث يراوغ الأول يراوغ الثاني مرة بعد ذلك فرصة الثاني جانب الجناح الطير للوداد الرياضي إسماعيل الحداد كل شيء كان جميلا على طريقة ميسي هذه الموهبة هذه الأيقونة في وسط ميدان المنتخب المغربي أمين حارث نعم يحرث أرضية الميدان مراوغة أولى وثانية وثالثة الله على مايسترو الله على المايسترو القادم بقوة انضباط هذه كرة خطيرة الحكم يقول ركلة الجزاء حكم يتجه لنقطة الجزاء خطأ يرتكبه رضا التاغناوتي والحكم بالفعل ألان بييري لم يتردد في الإعلان عن ركلة الجزاء هذه الإعادة مرة أخرى الخطأ موجود خطأ موجود بالفعل هذه الإعادة من زاوية أخرى والخطأ موجود والحكم هنا يمنح ركلة الجزاء لفائدة المنتخب الكوري الجنوبي خطأ هنا في التمرير وبالتالي كوريا لديها ركلة جزاء هل تنقذ الموقف يا تاغناوتي هل تكفر عن خطأك يا تاغناوتي وتتصدى لهذه الكرة الحارس الذي دخل مكان ياسين بونو إذن الكل يترقب هذه الكرة وركلة الجزاء لاعب سومينغ لاعب توتنهام لاعب سومينغ متوسط ميدان نادي توتنهام حكيم يعطي إشارة مينغ يتقدم يسجل هدف أول كوري من ركلة جزاء بالفعل عن طريق لاعب سومي لاعب نادي توتنهام هوتسبير هذه الإعادة مجددا الخطأ المرتكب كان هناك سوء تغطية دفاعية في اللقطة الماضية والترجمة إلى هدف عن طريق اللاعب رقم 7 سومي لاعب نادي توتنهام الذي يسجل هدف رقم 18 بقميص المنتخب الكوري الجنوبي